لا غادي ندير سميتو وديك الساعه اللي بغا. عطبت الله سي فؤاد عمر صافي مشيتي ولا الله في امان الله نتلاقاو في الضفه الله نتلاقاو في الجزائر اغنبو الله لا سي سما اغنبو جماعه بين الويدان خمسه الشبان نحن على مشارف مغامرة من العيار الثقيل الا وهي هاد الاخوان اتفقوا على اساس انهم غادي يقطعوا حتى المنطقة ديال ايتمازيغ جماعة ايتمازيغ غادي يقطعوا بين الويدان عرض مسافة تتراوح تقريبا بين 6 حتى 7 كيلومتر غادي يقطعوا سباحة وحنا غنرافقوهم في هاد الفلوكة ان شاء الله انا و السي زيد زيد ياك بدا تبارك الله سي الله يحفظك نرافقهم في الفلوكة انت الساعة دابا شحال الساعة دابا شوف شحال عندك انا شوف التليفون الساعة دابا تسعود نطلقو تسعود وعشرة دقايق تسعود وعشرة دقايق يلا شوف انا سبقناكم ها صافي صافي واش دايرين هذا هو العسل لي دايرين هذاك الارنب لا جا سي زيد انا غنجرب سي عبد الكريم سي يحيى سي عمر بس لي زوم شنو هي هذيك عبد الكريم شنو هي ارفع يا خلاف هنا كبير الله ميك دير راسك الفلاتي دير راسك الفلاتي ها المهم يبقى قريبه المهم لا عيا شي واحد يقولوا لي نزل الروم اذا بعد الانطلاق هذه 10 دقائق هذه هي المسافه اللي قطعوا الاخوان ما بينهمش انتوما دابا ضربتو 10 دقائق اقرابين تغبى عليكم اغنبو ما تبقاش تبان صافي حق الزبان حنانتي حنانتي جوالي داخل اسمه اسامه ها اخا عجبو راس ها عجبو ولا انا ياسين صاحب اسامه تيعو السلام عليكم او فؤاد انا في فلوكه ما شدينا تبارك الله سي اسامة الله يحفظك انت راه قربتي ما قال لك والو شدهم دابا ما حد دايرين ثلاثة عند معايا انا راه الى عيط الو شنو هو هذا؟ اتطلع ويلي جاي دابا سحب عندي
أنزلوا معكم هالبارك. خير المساعدة. طيارين تبشر زي. استنى تريد الزهور سامع السلام عليكم ان شاء الله ما تجيش خاوم لكن صافي بارك الله زين اجي مع راسكم يا دار بغيت رافيلا صافي غير لازم تدو فيها الله قعدت عند معايا لا ياسين ما خدم الشغل اللي درتينا حنا صافي واش بغيتي تخرج غاتوصلوا لهذاك الجزيره صح والله غالي باش الا مشيتو بداك السفن باش بديتو تبدا السياسي بارك سي أسامة سير أنا بسم الله ودي السيدي يلا بسم الله إذا احتفالا بالمتسابقين نشاهدوا سي فؤاد أول متسابق يصل إلى الضفة الأخرى مبروك عليك يا سيدي الجائزة ديالك الجائزة ديالك بعد ساعتين تقريبا قل 10 دقائق توصل أول متسابق سي فؤاد من الضفه الاخرى هذه البلاصه كتسمى الغم وتنشكروا السي زيد مرافق من الفلوكه صاحب الصفحه اذا اول متسابق يلتحق بنا سي فؤاد مرحبا سي فؤاد يستلم الجائزه استلم الجائزه سي فؤاد الجائزه ديالك هزه هزه جائزة عبارة عن نصف ديالها النص ديالك النص الثاني ديال عمر النص الثاني غيكون نصيب ايوا أسامة الصورة النهائية نهائية سبق عمر كرهات ليش قد نوقف مزيان رجليك تترعدو والله لا تديني المية بالله عمر في اللايف متسابق الثاني سي أسامة أفخاطر الناس ديالها فورير السرعة النهائية شكرا لك يا رب بلي باقي في كاع الجهد راك باقي تضرب واحد 15 كيلومتر حطيتي رجلك راك لي شي حجرات وي اصفقوا عليه ايه لي 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 ولا يا غير الميل داك الميل داك الميل على سلامتك تسلم الجائزه ديالك راه صفقك يا عمر الجائزة راك في اللايف بس سلمي سلمي
اذا تيبقاو لنا اخر متسابقين سي المخضرمين سي مع سي يحيى على مشارف الضفة الاخرى. كنت في نعمة فرعها فان الذنوب تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم. شنو قال؟ الدلاحة راه ديال الاول. سلام نصوركم اللي أسامة فين غادي؟